عمران إلى الشمال من صنعاء، وتبعد حوالي 30 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مدينة ريدة. عرفت ذيبين كواحدة من مناطق الآئمة في اليمن الذين خاضوا فيما بينهم نزاعات كثيرة على النفوذ منذ العام 437 للهجرة. إلا أن المنطقة كما تذكر المصادر كانت قد شهدت استقرارا بشريا منذ وقت مبكر في عهد الدول اليمنية القديمة. منازلها القديمة وقصورها الحجرية المتناثرة بين الجبال وفي قلبها تتناغم تناغما عجيبا في مواد بنائها المكونة من صخور نفس الجبال، وتبدو كما لو كان قد تم نحتها وإبرازها، فبدت كما لو كانت تموض عن نفسها. من ملامح منطقة ذيبين هذا الجامع القديم المعروف بجامع أبي طير، والعائد بناؤه إلى ما قبل 800 سنة. وإلى جوار الجامع هذه البركة الكبيرة الملفتة للأنظار بحجمها وعمقها الغير عادي، وفي تصميم بنائها المحكم من مادة القضاب. البركة لا زالت بحالة جيدة وقادرة على استيعاب كميات مهولة من مياه الأمطار التي يتم الانتفاع بها من قبل الأهالي لأغراض عدة. عند أعلى الجبل إلى الشرق من ذيبين تتربع مدينة ظفار التاريخية والمعروفة بظفار ذيبين، ومع ظهورها لم يكد يرد ذكر لذيبين بعد ذلك، فقد استأثرت ظفار ذيبين بالشهرة حينها وحجبت الأضواء عن ذلك المكان المتواضع أسفل الجبل. تعتبر ظفار ذيبين وقد تحولت إلى أطلال من أهم المواقع التي تزخر بالآثار الإسلامية. عرفت المنطقة في الأصل بأكمة أبي الفتح نسبة إلى أحد الحكام الذين حكموا في القرن الخامس الهجري، والذي ابتنى قلعة محصنة على الأكمة وأصبحت تعرف بقلعة ظفار. تضرس جغرافي يحقق المنع ويظهر العقلية العسكرية الفذة التي تمتع بها بانو الموقع، والحس الجغرافي بخصائص المكان وحسن توظيفه وتأمينه دفاعيا أمام هجمات الأعداء. تضم خرائب ظفار ذيبين آثارا قديمة من بقايا عصر ما قبل الإسلام إلى جانب آثار إسلامية، وهي الطاغية هنا في هذا المكان متمثلة بالقلاع والحصون وخزانات المياه، كما تحوي مساجد وأضرحة ومقابر وبقايا أسوار إلى جانب قلاع لم تندثر كليا، وهي قلاع وفرت لها طبيعتها الجغرافية فيما مضى أهمية كبيرة في الدفاع عن المدينة. ومن بقايا هذه القلاع دار الحجر والقاهرة والقفل وتعز. وقد عرفت ظفار ذيبين كواحدة من أهم مراكز العلم وهجره، وسكنها علماء دين مشهورون. ومن الآثار الباقية في ظفار ذيبين والتي تستحق الذكر مسجدها الأثري العائد بناؤه إلى العام 600 للهجرة بطابعه المتميز بعمارته وزخرفته،
ويعد من وجهة نظر علماء الآثار الشاهد الوحيد على فن العمارة الإسلامية في اليمن في القرن الثالث عشر للميلاد، ويعتبر شاهدا ليس له نظير على فن رفيع في الجزيرة العربية تجعله أصالته يتخذ مكانا له بين روائع فن العمارة الدينية الإسلامية. ظفار ذيبين من المواقع التي يؤمها الزوار والسياح، ورغم صعوبة الوصول إليها إلا أن الإحساس بالتعب يتلاشى والمرء يمتع نظره برؤية ما خلفه لنا الأولون. ولا نغالي إذا قلنا أن الشهرة التاريخية لظفار ذيبين المتربعة عند قمة الجبل توازيح اليوم شهرة من نوع آخر يجسدها الأحفاد بسواعدهم عند سفح نفس الجبل، والمتمثلة بمزارع أجود أصناف العنب اليمني المشهور محليا وخارجيا، وتحديدا أعناب هذا الوادي الخصيب المعروف بوادي ورور، والتي تلقى رواجا على الصعيد المحلي ويتم تصدير الكثير منها إلى أسواق الدول المجاورة في دول الخليج العربي وغيرها.